هذا وطالب أحد أصدقاء البطل سامي الحداد السلطات في الدوحة بسرعة الإفراج عنه، داعيا الشعب البحريني بالوقوف صفا واحدا للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين في الدوحة. السلام عليكم ورحمة الله. نطالب السلطات القطرية بالإفراج عن البطل العالمي سامي إبراهيم الحداد في أسرع وقت، وأتمنى من الشعب البحريني كلنا نوقف وقفة واحدة أن نطالب بإفراج عن البطل سامي إبراهيم الحداد. وإذا أنا بتكلم أتكلم ترى عن سامي إبراهيم فقط أو سامي الحداد، أتكلم عن الشعب البحريني، لأن كلنا يد واحدة في أوقات صعبة، دائما إحنا يد واحدة. فأتمنى من الشعب البحريني وأتمنى من كل بحريني محب أن يوقف الوقفة بالإفراج عن سامي إبراهيم الحداد وباللي معاه في دولة قطر. أتمنى من السلطات القطرية، هاي ثاني مرة أقولها، بالإفراج عن سامي إبراهيم الحداد.